ما معنى التعوذ من قهر الرجال؟ التعوذ يعني طلب الإعاذة، يعني الحفظ والصيانة. أعوذ يعني أستعيذ، يعني أطلب أن أكون يعني في صيانة وحفظ من أستعيذ به. فأعوذ بالله يعني يا رب اجعلني في حمايتك وصيانتك ورعايتك من قهر الرجال. إن حد يقهرني، يعني إيه يقهرني؟ يعني يغلبني، يجعلني مضطرا إلى أن أفعل ما لا أريد أن أفعله، يحرق قلبي كده. فيا رب احفظني من كده. فهذا هو المعنى.